السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. تم العثور على سحر داخل مقبرة في ولاية وهران، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه رسالة من مسحور يقول: أخبر الساحر أنه نجح في مخططاته، أخبروه أنه حطمني وحطم أهلي، أخبروه أنني خسرت صحتي، أخبروه أنني ابتعدت عن أهلي وكل أحبابي، أخبروه أنني لا أستطيع النوم من الألم، أخبروه ليفرح. ولا تنسوا أن تخبروه بأن هذا قدري وأن الله أحبني وابتلاني، أخبروه بأن عذابي حسنات لي وسيئات له، أخبروه أن الفرج سيأتي والفرج قريب وأنه خسر دنياه ودينه وآخره، أخبروه عن عذاب الآخرة وأن الساحر لا يفلح حيث أتى، أخبروه أنني أتعذب وأدعو الله أن يأخذ حقي منه، أخبروه بأن الله لا يزيد الظالمين إلا ضلالا، أخبروه بأن السحر كفر وظلم للعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، دعاء على الظلمة. اللهم أنت أريتني قوتهم في ضعفي فأرني قوتك فيهم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.